تعرف نفسك دكتور؟ اتفضل. دكتور عبد التواب خلف، استشاري جراحة الأسنان وناشط سياسي. النهارده الجمعة جاي حضرتك تحضر الجمعة، إيه بقى؟ بتسميها جمعة إيه؟ أنا فضولاً جيت أتابع الأحداث الوطنية وأشوف فئات المجتمع، كل فصيل بيعلن عن فكره ورأيه وقوته في نفس الوقت. فالحقيقة جيت أتابع الوضع، وزي ما حضرتك شفتيني دلوقتي إن أنا قعدت أشاهد الأحداث بكل معاييرها، ويعني نشوف هذه الصورة الضبابية سوف تنقشع ولا تستمر مسافة طويلة. انت ترى ايه النهارده الجمعة؟ الاعداد ايه؟ يعني شايف الاعداد قليلة؟ لا، اعداد ضعيفة قوي. ضعيفة؟ لا تتفق مع الكلام اللي احنا خالص. صحيح، اختزلوا الاسم. احنا كلنا بنحب مصر، لكن مش كده ولا ايه؟ اخشى ما اخشاه ان يتفرق الشعب الى شيع وقبائل وتضيع مصر في الرجلين. انا مش عايز كده في الحقيقة. انا عايز ان تتفق كل القوى السياسية على رفع اسم مصر وعلى الحفاظ على كلمة مصر امام قوى الشر، لان قوى الشر بتتربص بمصر يعني. فاتمنى ان شاء الله ان قوى الخير كلهم يلتفوا لمواجهة قوى الشر التي لا تريد لمصر خيرا يعني. ان شاء الله يا دكتور. انا سعيد. شكرا. الصحة والسلامة، وبشكر حضرتك كتير. شكرا جزيلا. شكرا.